اللي نقدروا نصحوا للمستهلك ديالنا والعائلات اللي غادي يعيدوا ان شاء الله. اول حاجه من يذبحوا الخوف ديالهم فهاد الكوفيد، فهاد الكوفيد 19 ما يخليوش الكزاء ينفخ بتاتا، دونك ما ينفخش الكزاء الحريفيه وما تنفخوا ما والو. ثاني حاجه الكزاء غيدوز من دار لدار، دونك يديروا ليه داك المعقم ديال الايادي، المعقم في الصباط ديالو، البوط ديالو يتغسل بالتيو وجافيل ولا شي حاجه، ويعقموا الادوات. كاين دابا الكول، كاين جافيل، جافيل تيعقم، يعقموا ليه الادوات الموت وداكشي اللي غيستعملوا فيه. دونك هذه مهمه. ثاني حاجه يخليوا داك السقيطه من يذبحوها يخليوها ما بين 5 و 6 سوايع. دابا الحال سخون 5 و 6 سوايع كافيه. اون فوا داك 5 سوايع ولا 6 سوايع فاتت يبداو في التكايد ديال في الظل، بيان سور في الظل، منطقه فيها الظل ما يغطيوه لا بميكال حتى حاجه، لان حسخون لا خطيتي تيزيد يعق، تيزيد يوقع له المشاكل. ما يغطيوه في منطقه فيها الظل ويخليوه، ما يخليوش يبات ما والو. 5 6 سوايع من بعد عمليه ديال الذبح والصرخ يقوموا بالتكايد ديالو. الا كان السيد غادي يقعد بوحدو في الدار هو وليداتو، دونك يقعد مزيان ويقعدوا داك الشيء مزيان ويديروا في الثلاجه داك الساعه، ما يعاودش يجمعوا شي فوق شي في الثلاجه، ما غيدخلش البيض القطعات اللي لداخل، يحاول يديروا داك البلاطو يسرح داك الطايفات بحال هكا في الميكا وعاد يديروا في الثلاجه. كاين الناس اللي كيديروا كل قطعه مزيان مزيان احسن حاجه، لان ولا درتي قطعه فوق قطعه فوق قطعه ودرتيها في الثلاجه الفوقاني غادي يبرد، ولكن الداخلاني ما يدخلش. تكون في بلاستيك على حسب داكشي صحي، داكشي اللي غادي ياكلو يديروه في بلاستيك وما يحطوش شي فوق شي، تيجمد من يجمد داك الساعه يحطوه فوق شي. في الاول يحطوه اوريزونتال، يحطوه شي حدا شي ويخشيوه في هذاك في الثلاجه ديالهم عاد، ويتاكدوا بان الثلاجه تبرد مزيان. دونك هذه وحده. الناس اللي غيمشيو عند كزاع، الكزاع تنعرفوا داك الازدحام تيكون عنده، تيمشي عنده غادي يدي داك السقيطه تيديها في ميكا باش ما تدخلش الطوموبيل، تيعلقها الكزاع بميكا تماك، تيتسنى النوبه ساعتين ثلاثه اربعه. هذاك هو، هذاك هو سميتو الكزاع، تينطبق عليه ما قلنا على الكزاع اللي غيذبح. حتى هو يكون عنده وسائل التعقيم، خدا الفلوس يعقموا اليدين ديالهم، سلم واحد السقيطه يمسحوا داك الموس بجافيل وداك الشيء، نفس داك الشيء اللي قلنا على الكزاع اللي غيذبح، الكزاع اللي غيفصل. ثانيا السيد يمشي عند الكزاع يقول له معليش نجي عندك، يمشي يتسنى نص ساعه ما كاين مشكل، ساعتين ثلاثه ما يبقاش يتسنى، ما يغطيش داك الحولي بالميكا، وداك الساعه كيما يذبحوا يفصلوا عاوتاني يرجعوا للثلاجه ديالو. دونك هادو هما الحوايج اللي نتوما تشوفوا الحال سخون، غتكون في شهر ان شاء الله العيد في وقت سخون، دونك كاع نتعاونوا المنطقه تكون اللي غتذبح تكون فيها الظل، الماء موجود كثير باش نوصلوا للمنطقه، ناكدوا على التعقيم ديال الادوات ديال الكزاعه وديال الايادي ولا بد تعقيم والكمامه.